يا هلا مرحبا فيكم أعزائي المتابعين في حلقة جديدة لهذا الأسبوع، معكم هاشم العلوي، واليوم راح نلقي نظرة على بلوجن اسمه RetroColor 20 أو RC20 من شركة XLN Audio. إذا كنت أنت من الناس اللي قاعدة تسوي أغاني من نوع اللوفاي، راح تستخدم هذا البلوجن بشكل أساسي على معظم التراكات اللي راح تستخدمها في الأغنية. طبعا إذا كانت هذه أول مرة تزورونا في هالقناة، لا تنسوا تحطوا لنا زر اللايك والاشتراك في القناة ومشاركتها مع جميع أصدقائكم حول العالم عشان نقدر نوصل لأكبر مجموعة ممكنة من المهتمين في هذا المجال. أوكي شباب، plugin RC20. هالplugin يا شباب يمثل لنا مجموعة من البروسيسنج أو اللي هو التغييرات اللي إحنا راح نخليها على الصوت، يعني تغييرات مختلفة تعطينا طابع إن هاي الصوت يكون جودته مثلاً مو عالية جداً. فإذا كنت أنت من صناع موسيقى اللوفاي، هاي البلوجن راح تستفيد منه بشكل كبير. البلوجن هو عبارة عن مجموعة من الفلاتر داخل البلوجن نفسه تعطيني أصوات مختلفة بأنواع مختلفة. شنو يعني هاي الكلام؟ يعني أن إحنا عدنا 6 أنواع رئيسية من النويز إن إحنا نقدر نسويها في هاي البلوجن، وراح تقلل هذه الفلاتر من جودة الصوت بطريقة معينة. طبعا لما تسوي موسيقى لوفاي أنت تبي يكون جودة الصوت شوية تكون متدنية، هاي البلاجين راح يعطينا هاي الفلكسبيليتي أو هاي الطريقة بشكل جدا جدا سهل. خلونا نشوف أول شيء تراك واحد ممكن نحن نستخدمه عليه. راح استخدم اللي هو التراك البيانو. أول ما أفتح البلاجين راح يختار لي هو أوتوماتيكلي واحد من البريسيتس اللي موجودة هنا، فأنا خليته على الباي باس الحين عشان ما أسمع منه ولا شيء، وراح أصفر كل هاي الفلاتر اللي موجودة هنا ونبتدي من الصفر. مثل ما قلت لكم عندي 6 أجزاء مختلفة حق النويز جنريشن. نبتدي بالنويز اللي هو نوع الستاتيك نويز. أول ما شغلته تسمعون التوحين أنه في نويز معين، هو طبعا هي مختار الفاينل، ممكن أنا أختار أنواع أخرى مختلفة، تيب مثلا، هاي صوت هم. فأنواع النويز ممكن أنها تكون مختلفة من هنا. طبعا أقدر أتحكم في مقدار كل واحد منهم والتون ماله نفسه. نشغل هاي البلاجين، خلونا نسمع البيانو شلون صار صوته بدون أي شيء. أوكي، الحين إذا شغلنا الفلتر ونبتدي احنا نضيف اشياء مختلفة عليه، بنرد نسمعها عقب ما نضيف الفلاتر هذه. ها بالنسبة حق النويز، الوابل هو عبارة عن الوابل اللي يصير لما احنا عندنا مثلا صوت تيب يشتغل. طبعا لما يتحرك التيب ما يتحرك بشكل مستقيم 100%، لازم يكون في حركة شوية، وهاي معنات الوابل اللي موجود هنا. خلونا نسمعها شلون يعطينا من افكت على الصوت نفسه. طبعا انا راح ازيد في مقدارهم بشكل كبير على اساس ان تسمعونهم بشكل اوضح. اوكي، هاي كان الوابل. عندنا ايضا، خلنا ببند عن النويز لانه شويه مزعج، عندنا ايضا الدستورت. هاي الدستورت راح يعطيني انواع ايضا مختلفه من الدستورت اللي ممكن انا احصله مثلا عن طريق التيوبز. لما تسمعون مثلا الميكروفون يستخدم بري امب من نوع التيوب، هاي التيوب هي تعطينا ديستورشن خفيف جدا، فانا ممكن انا امثل هاي ديستورشن عن طريق هاي الفلتر او هاي الجزئيه من الفلتر. شلون عطونا ديستورشن بشكل جدا جدا واضح. الديجيتال هو ايضا نوع اخر من الديستورشن ولكن في نطاق الديجيتال، يعني مري هاي يمكن يعني على حسب طريقة استخدامك انت، يمكن ما راح تحتاج تستخدمها بطريقة جدا جدا قوية. نسمع التأثير ماله، لانه هو بصراحة هاي اذا زاد بشكل كبير يصير مزعج. سوري أزعجت أذنكم هني. ولكن هاي طبعا الديجيتال يعطينا ديستورشن على الديجيتال، هو بشكل عام الديجيتال ديستورشن أصلا مزعج، ولكن طبعا إذا استخدمته بطريقة معينة أو طريقة بسيطة ممكن يعطيني إحساس حلو. السبيس هني شنو راح يسوي؟ راح يوسع من مساحة اللي هو اللفت والرايت في الصوت، فراح يكبر من مساحة الستيريو. خلونا نسمع مثلا شلون الإفكت ماله. Thank you.
شفتوا شلون بعد الشانلز اليمين واليسار حتى تلاحظون هني من طريق النقاط الموجودة لما يبتدي يسمع الصوت تلاقون الليفت والرايت شلون صايرين. فكل ما زيد كل ما بعدتهم عن بعض وعطاني ستيريو فيلد أكبر. الماجناتيك هني هو طبعا مثل ما احنا ذكرنا هو مشابه حق حركة التيب نفسها، وهذا أيضا الصوت تلاحظونه بشكل كبير في أجهزة التيب الموجودة القديمة اللي هم ممكن هم يسوونهم الوير اند تير أو الوير اند فلتر. هاي يمثل لي الحركة الميكانيكية داخل الأجهزة هذه، فممكن أنها تعطيني كأن صوت الموتور قاعد يتحرك. ممكن نسمعها على أساس نشوف الفرق. لاحظتوا هني ان صار الصوت نفسه مو ثابت، بما معناه انه قاعد يمثل لي الحركه الميكانيكيه اللي داخل اجهزه التيب. تحت هني عندي طبعا اللي هو الانبوت جين، هاي مقدار الصوت اللي رايح حق البلجن اتحكم فيه من هني. وعندي هني ايضا جزئيه الاي كيو، اقدر ان انا اختار انه يكون مثلا الكات مالت اللو كات ممكن انها تكون هارد او سوفت، وهاي طبعا اختار من خلالها اللي هو الرول اوف حق الهاي اند. وفي النص هني أقدر أحدد هذه المساحة بشكل أدق. التون هني راح تحدد لي الصوت العام حق البلاجن نفسه، يغير لي الكيرف ما بين كيرف اللي هو بهاي الطريقة أو هاي الطريقة. هاي طبعا ممكن أنه يأثر على الصوت بشكل عام بكل الفلاتر اللي موجودة هني. والأوتبوت طبعا عندي مستوى جين حق الأوتبوت ممكن أنا أتحكم فيه من هني. والود يوسع لي المساحة الصوتية للستيريو بشكل عام حق البلاجن كامل. طبعا هني الماجنتيود هو عبارة عن شنو؟ إذا أنا شغلت كل هاي الفلاتر اللي موجودة تلاحظون أن لهم مستوى معين في اللون الأزرق اللي موجود هنا، فالماجنتيود راح يحدد لي مستوى هاي الصوت بشكل كامل، بدل ما أنا أروح وأقصر كل واحد فيهم من خلال هاي النوب اللي هنا أقدر أتحكم في المستوى بشكل عام. وآخر شيء يا جماعة عندنا البريسيتس، البريسيتس المختلفة اللي موجودة هنا ممكن أنا أفتر عليهم مثلا واحد واحد وأشوف شنو الصوت اللي حاب استخدمه في التراك نفسه. شوفوا مثلا اذا اخترنا مثلا كاسيت باد باتريز نسمع شلون صاير. نجرب ساد بيانو. ممكن أنا أستخدم صوت كان جاي من VHS أو من مشغل الفيديو الكاسيت القديم. شلون؟ فكل هاي الفلاتر اللي موجودة أو البريسيتس اللي موجودة هي نقطة انطلاق جيدة عأساس أن أنا أقدر أبتدي منها وأغير الإفكتس بالطريقة اللي أنا أبيها. هذه يا جماعة نظرة سريعة على بلاجن RC20 من شركة XLN Audio. إذا حابين تدعمون هذا القناة وتشترون هذا البلاجن أتمنى أنكم تضغطون على الرابط اللي موجود في وصف هالفيديو عأساس من خلاله تحصلون البلاجن بسعر مناسب وفي نفس الوقت تدعمون هذه القناة. وإذا عندكم أي استفسارات أو تعليقات أحب أسمعها في قسم التعليقات في هذا الفيديو. أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة وأشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة.